ازدادت أعداد منتسبي قطاع التعليم الراغبين في أخذ اللقاح ضد كوفيد-19، مثل ما هو الشأن بهذه المصحة التي فتحت لهذا الغرض بمقر مديرية التربية لولاية تيارت. الوضع حاليا طال صحيا وأصبح شيء استثنائي، ولازم نمشي الحاجه يسموها يعني المناعه الجماعيه. انا ما اول مره ندير التلقيح، كانت عندي دائما حاله تردد، حاله خوف. قلت للجماعه يديروا في الفاكسا، بادرت به ندير الفاكسا، ومن هذا المنبر ندعو الجميع من اجل الفاكسا. قال لي زيد ياسر راهم مفتوحين ورانا ندعوكم باش تجوا تلقحوا. مشري هاد لا سيمين بوندون تفوت كاع هاد كاع لاني سكولير. توافد مستخدمي القطاع يسايره التواجد المكثف للأطقم الطبية وسط أمل بعودة سريعة لمقاعد الدراسة. الصورة هذه تعبر عن إقبال منتسبي القطاع للتلقيح، معناه نحن انقطعت حبل الإشاعة. قطع حبل الإشاعة، الإشاعة ممكن تعطل حمل التلقيح ولكن لا تعطل المرض، لا تعطل الوباء. تم وضع 60 نقطة للقيام بعملية التلقيح على مستوى تراب الولاية، وتم تجنيد كذلك وتسخير أكثر يعني من 60 طبيب و120 يعني الأطقم شبه الطبية. عمليات جند لها أيضا 9 فرق طبية متنقلة لتوفير اللقاح بالمناطق البعيدة للتربويين